بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. هذه قراءة لألفية في الصرف لشاعر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة الرباني محمد خليل الخطيب النيدي رحمه الله ونفعنا بعلمه، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة يقول راج رحمة المجيب محمد المشهور بالخطيب، حمدا لذي التصريف في العباد وملهم السداد للعباد. من سلمت أفعاله من العلل وضعف الأجر بتصحيح العمل، ومن إليه جل قد تجرد يزيده من فضله مضطردا. سبحانه من يلزم الطريق بفعله عداه للحقيقة، رأى الورى قد أدغموا في الشر ففكهم بغاية في الخير. محمد من صح في الأفعال ومصدر الإعجاز في الأقوال، صلى عليه ربنا وسلم وتمم الفضل به وعمما. والآل والصحب أولي الأمانة من لم تصغر جمعهم خيانة، ووفقوا للخطة الرشيدة فوقفوا لصحة العقيدة. وبعد فالصرف من الفنون بمنزل الإنسان للعيون، إذ يعصم الإنسان في العبارة عن خطأ قد يذهب اعتباره. ولم أجد فيه النظيم الشافي وحفظه في النثر لا يوافي، فعونك اللهم في ألفية قواعد الصرف بها جلية. وحين تمت درة بهية سميتها الجامعة الصرفية، وإن تشأ فتحفة الأريب أو منحة المرسي للخطيب. والله ربي أرتجيه توبة تمحو الذي أسلفته من حوبة، وأن ينيل كل من دعالي بغفر ذنبي غاية الآمال، وأن تكون كلمة الإسلام شعارنا في سائر الأيام. الصرف. الصرف جعل الأصل ذا مباني تخالفت للخلف في المعاني، والمصدر الأصل لدى البصري للفعل والعكس لدى الكوفي، ورجح الأول إذ دلالته بسيطة والأصل هذه حالته. تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد وسالم وغيره ينمى إلى الثلاث أو للأربع، فعل وكل منهما أيضا وعي، مجردا أو زائدا ذي الأربعة لسالم وغيره موزعة. سالمة ما سلمت من علتي في الأصل أو من ضعف أو من همزتي، ولن ترى سالمة ما ظهر في أصلها بعض الذي قد ذكرا. الميزان الصرفي. الأصل ما قبلته بفعلا بأي وزن منه قد تحصلا، وما كرد ويقول قال بأصله زنه ودع ما آلا، وإن من الموزون بعضه حذف عن حذفه في وزنه لا تنحرف. بعلم أصل اللفظ للحذف اهتدي كالقول في قلت وغدو في غدي، وأن يرى اختلال ما قد قعد لولاه أو معنى بلفظ قصد، وإن رأيت القلب في المكان فاقلب هداك الله في الميزان. وعلمه بالأصل واشتقاق وصحة وقلة انطلاق، وجمع همزين إذا لم يفرض، ومنع صرف اللفظ دون مقتضي. وإن يوزد أصل فلا من كرر كميم درهم وراء جعفري. وزائد بلفظه قد وزن وفي سألت ما يهون اختزن، ولم يلاحظ ذاك في التقليل ما لم ترد إبانة الأصيل. وزائد التكرار بالمثل التزن إلا لداع مثل قطع جلببا، وعبروا بالتاء عما أبدل من تاء الافتعال لا ما استبدل. وزائد في غيره قد أدغما يضعف الأصلي في وزنهما، إن قيل زل للزينا والثقلا قل مسرعا افعلا، قل مسرعا افعلا وفاعلا. إن قيل زل للزينا والثاقلا قل مسرعا افعلا وفاعلا. عند الرضي ولدى القوم العلا قل فيهما تفعلا تفاعلا. أقسام الفعل الثلاثي المجرد. افتح من الماضي وضم العين، واكسر وزد مثل أوقيت العين، وثلث وثلثا في مقبل ممن فتح،
مثل نصرت وضربت وفتح. باب فعل يفعل. فإن يكن مضاعفا معد فضم عين مقبل كمد أو عينه أو لامه وان غدا كزارني زيد وعمر قد عدا كذا الذي بنيته للغلب كإنني أسبقه في الطلب إلا الذي حكى وعدت بعت أميت فاكسره إن اتبعت وشذ حب إذ أتى بالكسر يحبه لا غير عنهم فدري ما أتى من المضاعف المعدى بالضم قياسا أو بالكسر شذوذا واضمم أو اكسر ما أتى من نم وعله فشده ورم وهره فشجه وبت وطم أضن الثما سمعت ما شد من ملامه واو فأتى بالفتح فقط وقد أتى بالفتح آت من طغى طحى قحى ومن يجاوزها لغى ما أتى منه بالضم والفتح واضمم أو افتح ما أتى من ذا دحى ومن صغى ومن طهى ومن محى ومن ضحى للشمس والخير نحى ومن يروم الطهر للترب سحى باب فعل يفعل. وافتح لعين الماضي واكسر مقبلا إن كان واوا فاؤه كوصلا أو عينه أو لامه ليا كرما وباع أو مضاعفا قد لزما وقد أتاك اللازم المعدى بفتح عين مثل بش ودى ما جاء من المضاعف اللازم بالضم شذوذا وفي ثلاث بعد أربعين في ذا الأخير الضم يلزمون فأب أحى أجى أمت أدى وبق ثلث جل حدى وجن حص خب خش ذرت ورش زم سج سح سخت وشق شذ شك طش طلا وعم عست عرع كغلا وغم فك قس قش كرا وكمل الطمل ما التمرا وهب هم واكسرا أو ضما ما كان من أزت وأل الجم وجد أص أث تر ثرتي وحر ثم خر خل درتي ورز شت شح شذ شطت وشب صد طر عر عنت وفح ثم نسك عقرا فاحفظ لما جمعته فقرا. باب فعل يفعل بفتحهما. وإن يكن ما غير الفاء انتسب للحلق فافتح عينه تحكي العرب والهمز للحلق وهاء حاء والعين والغين كذاك الخاء وشرطه ألا يرى مضعفا ولا بضم أو بكسر عرف أبا ويأبى إذ أتى مثل امتنع وأصله لشرط فتح قد جمع لذا عليه فتحه قد حملا وإن تقل شذ فكل نقل ومن تداخل اللغات يركن في ركن المفتوح عينا يزكن قلا ويقلى ليس مما فصح رضى ويرضى عند طيء ملحا ملحا والأصل كاس العين فيما قد مضى والقصد للتخفيف بالفتح قضى وذا قياس عندهم منضبط في ناقص يكسر منه الوسط. باب فعل بكسر العين يفعل يفعل بفتحها وكسرها. وافتح أو اكسر العين ما قد كسر والأول الأصل لهذا كثرا فكان في ملء خلو اللون وفي عيوب جزل وحزن وكسره الزم في ورثت وكسره الزم في ورثت ومقى كذا وليت وكذا كذا وليت وورعت وفقا ووري المخ ووري المخ وركت ورما ثم وثقت ثم وثقت فوقهت وعما هذا فيه كسر ووري المخ وركت ورما ثم وثقت فوقهت وعما كذا وجدت فواعقت فواهم وطاح من تاها وآن فواكم وافتح أو اكسر ما أتى من وحيرا أو بقاء أو يبسا أو غيرا أو لغاء أو نعما أو بائسا أو وحما أو حسما أو يائسا أو هلا أو ولها وما عدا هذين أوجب فتحه كسعدا وما بضم جاء فهو يحصر
فيه يفضل وينعم ويحضر. وهكذا من مت دمت كت كذا نكلت ونجت جت. باب فعل يفعل بضم عينهما. والعين إن ضمت بماض يعرف مضارع بالضم مثل يشرف. وفعل هذا الباب للصفات إن كن في الموصوف ثابتات. ولازم وكل ما عداه مجاوزا أو لازما تراه. وذو ثلاث جاز أن يحول إليه إن معناه طبعا جعلا. وما كقال أو كباع يلقى فيه على ما قبله استحقا. ورد واو اللامه في كسم وفي رمى رد إليها لزم. وما لما حولت من تصرف أو حدث إن في تعجب يفي. ولياء عينا جاء في هيؤت وجاء لاما وجاء لامنا وجاء لامنه وبهؤت حرر. وقلما منه مضاعفا أتى وغير عنه به قد ثبت. وذاك في لب وعز دم واضمم لا فك وشرحت ما. أو الله وجاء على ما غير واضح. الرباعي المجرد ومصدراه. وفعلال مجرد الأربعة والمصدر الفعلان كالفعلالتي. وخص فعلان بما قد ضعف. وجاء سمعا في مثيل سرهفة. ومنه منحوت من المركب لا تعد فيه من تمن العربي. كبسملا وحمدلا وحلقلا وطلبقا وذمعزا وجعفلا زوائده ومصادرها. وجاء في زائده تفعللا كذا فعلل قد كذا فعل قد أتى. وفعللا تفعلل للبدء وفعل وفعل تفعلل للبدء وفعلال لما تلا للثالث فعلال. وبفعلل بالغا وفعلل طاوع به تفعلل وفعلل. ملحقات وملحقات مزيد. الحق به مجردا كجهورا وشملنا وحقلا وبيطرا وشريفا وقلنسا وسلقا لمن على ظهر يكون استلقا. وأتبع تفعللا تجلببا تشيطرا تمسكنا تجوربا ترهوكا تشريفا تسلقا وحرنج مقعا ساسا ثم سلنقا. الإلحاق ما زدته في اللفظ كيما يجعل كآخر الإلحاق مثل شملل. وما له معنى يرى مضطردا كتصغير وهمز أحمد. وما أتى منه مع الأصل اتفق وإن تجد فرقا فما به التحق. ولا تعل ملحقا وتدغمي وقف به عند الذي لهم نمي من زائد وغيره قد انتظم يفيد لفظا ساجعا ومن نظم.